بس انا ضيفتك وقابلتك وعملت لك التراك، اول تراك عملته معايا نجح زي ما ناس كده بلا ذكر اسامي قالت لك روح لحمو بيكا، وانت كل ما تقعد معايا تقول لي انت يافطة المهرجان، انت المهرجان انت، وانت ده كنت بتشتغلني مثلا طالع قدام الناس على الهوا تقول لهم حمو بيكا ما بيعرفش يغني، وانا لو تراكي والنجمه طبعا سمية الخشاب لما عملت معاك الاغنيه انت برضو طلعت خبطت عليها وقلت مش عارف ايه وايه، انت يا ابني ما بيتمرش بك اي شيء اكبر كمان لانه قال الحق. مين اللي قال الحق؟ انك انت ما بتعرفش تغني. وربي اللي خلاني ما بيعرف يغني. صوته حلو. ايه صوته حلو؟ هي مش بالصوت. صوته حلو. مش بالصوت. امال بالغنى بايه؟ انا صوتي على قد. ليه جمهور كتير والناس كلها بتحبها. طب ما هو ده اللي هو قاله. انا اقف تقف قدام المايك تسجل في الاستوديو لا ولا حد يعرف يصد معايا فيهم هما الاثنين اصلا، وانا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، بس اسرع واحد فيهم. اسرع واحد انك تقول الكلام يعني؟ هي دي السرعه؟ طبعا السرعه والاداء. طب اديني ده سرعه واداء. سرعه والاداء. انا بيك ماي لاف الفانز، انا صوره شعرها على الكنز. لا 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 ده عدائي. اي حاجه بقى من الزمن الجميل. لا معرفش. طب حاجه من الاغاني الشعبي. معرفش. طب حاجه من الاغاني بتاعتكم مهرجانات بتاعتك انت وهما. شمس المجره والباقي بره، نورتي كل ايامي، مبسوط عشاني، قلبي وملاك دايما ملازمه احلامي، انا مش حزين على دي السنين والنعمه لا تدوق يسمي، جايالي ليه طب عاوزه ايه، ده الاولى بالحب امي. كل دي اغنيه. انت كده غنيت بقى. انت كده غنيت. لا ده مش طب اعمل ايه يا جماعه؟ لا ده مش اعمل ايه يا جماعه؟ ده مش امال ده ايه يا بيكا؟ اداء جاب قد ايه؟ جاب ملايين. لكن هو مغني بس جوه التسجيل؟ جوه التسجيل يعني هو بيسجل؟ لا حسن بيصرخ بس عشان يجي برضه يقف قدام المايك، انا وكنت بوجهه يغني ازاي؟ كنت بتوجهه معاه وهو كذب قال لك انت مين انت ده؟ اللي حسن. حسن الاستوديو اللي هو كان واقف فيه ده بتاعي. اللي هو قال لك ده انا اللي حمو بيكا اللي قال لي انا عاوز اجي اعمل معاك حاجه. الاستوديو بتاعي. وفي الدخيله. طب ما انت ممكن تكون قلت له فعلا تعالى انا عايز اعمل معاك حاجه. لا ما حصلش، انا ما كنتش اعرفه. انت اللي بتستغل حسن شاكوش عشان تنجح. انا بستغل وتجيب مشاهدات. انا بستغل حسن شاكوش؟ ما هو اللي حصل اهو. فين؟ في الاستوديو. انت اللي قلت له تعالى. حضرتك حسن هنا كان مكلمني عليه ايمن شعبان عشان يجي يعمل اغاني معايا، وما كانش حد يعرفه حسن قبل الناس دي كلها. لا متواجد. يعني انا شايفك عشان هم مش موجودين وفي حقيقه لازم اواجهك لا فيها. حقيقه. طب ما الحقيقه، ما الحقيقه باينه. هو حد طلع كذب على طلع كذب وقال لك انا ما روحتش للشخص ده وما عملتش معاه حاجه. لا بالعكس، عليه اخ ليا وقال لي والنبي وقف ساعده وقف جنبه ساعده اللي يخش اللي انك تعمل له تراكات. هو ده. طبعا احنا اسكندريه. طب ادينا درس كده على الهوا. مش حضرتك يلا عرفنا درس ازاي المطرب يتعلم. مش على يعني على باب الله. مش عيب بس انت كده بتهرب. ادي الدرس وبعدين اتعلم ازاي تغني حاد وغنى. لا ما كانش يعرف هو الطريقه دي. وانت بقى